سوف نبدأ بالمثلث ABC هنا، ونلاحظ من الرسم بأننا نعلم مسبقا أن طول AB يساوي طول AC، أو أن المقطع الخطي AB مطابق للمقطع الخطي AC. وبما أن هذا مثلث وضلعين هذا المثلث متطابقان أو لهم نفس الطول، يمكن أن نقول أن هذا مثلث متساوي الساقين isosceles triangle. إنها من أصعب الكلمات علي لألفظها، أعتقد لفظتها بشكل صحيح. هذا يعني أن ضلعين من الأضلاع متساويان. الآن ما أريد عمله في هذا الفيديو، ما أريد إثباته، هو أن هاتان الاثنتان في بعض الأحيان نسميهما زاويتي القاعدة، وهما بين أحد الأضلاع والضلع الذي ليس من الضرورة أن يساويه، والضلع الآخر الذي يساوي الأول، والآخر الذي ليس من الضرورة أن يساويه. سوف أبين أنهما متطابقتان. أريد أن أثبت أن الزاوية ABC، الزاوية ABC، أريد أن أثبت أنها متطابقة مع الزاوية ACB، الزاوية ACB. إذن في المثلث متساوي الساقين هاتان الزاويتان نسميهما زاويتي القاعدة، وهذه نسميها رأس، زاوية الرأس، هذه الزاوية هنا، وهؤلاء نسميهم الأضلاع عادة أو سيقان المثلث متساوي الساقين، وهؤلاء هم يشكل واضح السيقان، وهذا هنا بالأسفل ليس من الضروري أن يكون نفس الطول ونسميه القاعدة، لنرى إن كنا نستطيع إثبات ذلك. إذا لا يوجد لدينا الكثير من المعلومات هنا سوى أن هذان الضلعان متساويان، ولدينا الكثير من المعلومات عن تطابق المثلثات، فربما نستطيع أن نكون مثلثين هنا متطابقان، ثم نستطيع استخدام هذه المعلومات لمعرفة إذا كانت هذه الزاوية مطابقة لتلك الزاوية هناك. والخطوة الأولى إذا أردنا استخدام تطابق المثلثات هي تكوين مثلثين، وإحدى الطرق لعمل ذلك دعونا نحدد نقطة هنا لنسميها دي، لنقل أن دي هي نقطة المنتصف بين B و C. إذن هذه نقطة المنتصف، فالمسافة BD سوف تكون نفس المسافة، دعوني أعطيها شرطين حتى نميزها عن هذه المسافة. إذن المسافة بين B و D هي نفس المسافة من B إلى C، ومن الواضح أنه بين أي نقطتين يوجد نقطة منتصف. إذن دعوني أرسم المقطع الخطي AD، والمفيد في ذلك أنه الآن قد كوننا مثلثين، والشيء الجيد الآن أن المثلث ABD والمثلث ACD لديهما هذا الضلع المطابق وهذا الضلع المتطابق، وهما في الحقيقة يتشاركان هذا الضلع هنا، هما في الحقيقة يتشاركان هذا الضلع هنا. إذا نعلم أن المثلث ABD نعلم أنه مطابق أو متطابق مع المثلث ACD، المثلث ABD نعلم أنه متطابق مع المثلث ACD، ونعرف ذلك من خلال SSS تطابق الأضلاع الثلاثة، فلدينا مثلثين وثلاثة أضلاع متطابقة لهم نفس الطول، بالتالي المثلثين متطابقين، والمفيد في ذلك أنه إذا كان المثلثين متطابقين بالتالي فإن زواياهم المتقابلة متساوية، وهنا نحن أثبتنا النتيجة، لأن الزاوية المقابلة لـ ABC في هذا المثلث
الزاوية المقابلة لهذه هي الزاوية ACD في هذا المثلث هنا، بالتالي نحن نعلم أن الزاوية ABC هي مطابقة للزاوية ACD، مطابقة للزاوية ACB. إذن هذه نتيجة رائعة إذا كان لديك مثلث متساوي الساقين، بحيث أن له ضلعين متطابقين، بالتالي زاويتي القاعدة هنا سوف تكونان أيضا متطابقتين. الآن لنفكر بها بطريقة أخرى، ربما نستطيع أن نصيغ عبارة أخرى. إذا كانت زاويتي القاعدة متطابقتين، فهل نستطيع أن نعرف أن هذان الساقان سوف يكونان متطابقين؟ لنحاول تكوين مثلث ونرى إذا كنا نستطيع إثبات ذلك. إذا سأرسم مثلث آخر هنا، دعوني أرسم واحد فقط هكذا، هذا ليس بالمثلث الجميل، دعوني أرسمه بشكل أجمل. سوف أرسمه هكذا، سوف أسمي هذه، دعوني أعملها بلون مختلف. إذن سوف أسميها A، وسوف أسمي هذه B، وهذه هنا C. والآن سوف نبدأ بفكرة أن هذه الزاوية ABC متطابقة مع الزاوية ACB، وهذا يعني أن لهما نفس القياس. وما سوف نفعله في هذه الحالة هو أننا نريد أن نثبت، دعوني أرسم خط هنا لنبين أننا نعمل على فكرة مختلفة. هنا نقول أنه إذا كان هذان الضلعان متساويان فسوف تكون زاويتي القاعدة متساويتين، وقد أثبتنا ذلك. لننظر لها بطريقة أخرى، إذا كانت زاويتي القاعدة متساويتين هل يكون الضلعان متساويان؟ إذا نريد أن نثبت أن المقطع AB مطابق للمقطع AC، أو AC مطابق لAB. نستطيع أن نقول طول AC، وهو ما لا نعلمه، يساوي طول AB. طول AB، هاتان العبارتان متكافئتان بالضرورة. إذن لنرى مرة أخرى، يوجد لدينا مجموعة أدوات خاصة بالتطابق، ولكن حتى نطبقها فنحن نحتاج في الواقع إلى مثلثين. إذن لنكون مثلثين هنا، لكن هذه المرة بدلا من أن نعرف نقطة أخرى كنقطة متوسط، سوف أعرف دي هذه المرة، بحيث أنها النقطة التي إذا سرت للأعلى بشكل مستقيم، بحيث إذا اعتبرنا BC خط أفقي مستقيم، فهي النقطة التي تكون عند تقاطع الخط المستقيم المتجه للأسفل من A، وسبب ذلك أنه يوجد نقطة معينة يمكن أن نسميها الارتفاع تتقاطع مع BC بزاوية قائمة. بالتأكيد يوجد نقطة كهذه، فإذا كانت زاوية قائمة مع هذا الضلع فهي 90 درجة، بالتالي نعلم أن هذه ستكون 90 درجة أيضا. الآن ما هو مثير للاهتمام في هذا؟ دعوني أكتب ذلك. إذن فقد لقد كونت AD بحيث such that أن AD متعامد على BC، متعامد على BC. تستطيع دائما أن تكون ذلك، ولكن بالضرورة يجب أن يكون BC واقع على السطح، ويجب أن تسقط شيء من A، وهذا يعطينا النقطة دي. تستطيع عمل ذلك مع مثلث مثل هذا. إذن ما يعطينا هذا، لدينا هنا زاوية وضلع مشترك، وأيضا هنا وأيضا
هنا لديك زاوية تقابل هذه الزاوية، وهذه الزاوية تقابل هذه الزاوية، ونفس الضلع مشترك. هكذا نعلم أن المثلثان متطابقان بتساوي زاويتين وضلع AAS، زاوية زاوية وضلع. وقد بينا أنها فرضية صحيحة لتطابق المثلثات، فنستطيع أن نقول الآن أن المثلث ABD، المثلث ABD متطابق مع المثلث ACD، A C D، ونعلم ذلك من خلال تطابق زاويتين وضلع، هذه الزاوية وهذه الزاوية وهذا الضلع AAS. وحالما نعلم أن هذان المثلثان متطابقان، عندما نعلم أن كل زاوية أو ضلع مقابل في المثلثين سوف يكون متطابق أيضا، بالتالي نعلم أن AB هو الضلع المقابل لـ AC، فهما متطابقان. إذن لدينا AB سوف يكون مطابق لـ AC، وذلك لأن المثلثان متطابقان، الآن لقد أثبتنا ما نريد، وهو أنه إذا كانت زاويتي القاعدة متساويتان فإن الساقان سوف يكونان متساويان، وإذا كان الساقان متساويان فإن زاويتي القاعدة متساويتين. أداة مهمة جدا في الهندسة، وفي حالة أنك مهتم بخصوص هذا المثلث المتساوي الساقين، فهنا حددنا دي كنقطة منتصف، هنا جعلنا دي مباشرة أسفل A، ولم نقل أنها نقطة المنتصف، ولكننا نستطيع أن نبين أنها كذلك، وهذا عبارة عن نتيجة إضافية، لأننا نعلم أن بما أن هذان المثلثان متطابقان فإن BD سوف يكون متطابقا مع DC، وذلك لأنهما الضلعان المتقابلان. وهكذا يبدو أن D للمثلث المتساوي الساقين ليست فقط نقطة المنتصف، فهي المكان الذي النقطة التي AD، أو نستطيع أن نقول أن D هي المنصف العمودي لـ BC، إذن AD ليس فقط متعامد، على BC، ولكنه أيضا ينصفه إلى نصفين، إذن D هي نقطة المنتصف لكل هذه القاعدة.